الزياده كانت مقرره في 2020 على حسب دفتر الشروط اللي عند ما بين الشركه والمؤسسه او المجموعه الجماعات اللي كانت قبل 2020. نظرا للظروف اللي كانت ديال كوفيد وكانت واحد الحاله شويه ماشي هذيك، اضطروا كان اجتماع ديال مكتب لجنه التتبع ياخروا هذه الزياره. تاخر هذه الزياده لا يعني ان هذه الشركه ما غتخلصش، راه حنا اللي غنتحملوا المسؤوليه. في الاخر كيتحاسبوا معنا 2020 كتزاد 0.50 سنتيم، شحال التذاكر 2020 دابا راه محسوب غنخلصوها من عندنا. يعني ما هو ما يضيعوش الشركه، لان هذا كان واحد العقد، العقد ما بين الشركه والمجلس. يعني مايمكنش ندير الخلل بعد، انا في 2020 كان ضروري خاصني تكون زياده. اخر اجتماع اللي كان دار ديال لجنه التتبع كان ضمن في السنه الماضيه، كنا قررنا بان هذه الزياده ما نديروهاش دابا، نخليوها الى نصف السنه تقريبا ديال 2023. وتمت الزياده هذه كانت مقرره من شحال هذه ماشي دابا، مع العلم ان باش تعرف بان التذكره ديال التنقل في هذا النقل الحضري بالنسبه لطنجه راه اقل تذكره كاينه في المغرب. اذا مشيت للرباط 5 دراهم، مشيت لمراكش نفس الشيء، كازا اكثر. يعني راه غادي بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه. ماشي ما تنساش بان احنا هذه السنه الاخيره ديال هذا التدبير المفروضي بالنسبه للعقد ديال الشركه دي 2024، دابا حنا بصدد كنشتغلوا واحد مكتب الدراسات اللي كيوجدنا واحد الدفتر كنا التحملات باش غنطرحوه للشركه الجديده اللي غتدخل على هذا المرفق هذا. وباش ودرسنا مع هذا مكتب الدراسات باش الاخطاء اللي كنوقعنا فيها دابا، هذا الاسطول اللي غير كافي، يتسم الدراسه شحال كخصنا بالضبط ديال الحافلات اللي غيكفيو الطلبات اللي عندنا هنا في طنجه وفي النواحي ديالها. اسطول نهار الاول اللي دار ما كانش الحافلات كيتجاوزوا واحد 160 حافله، دابا عندنا 200 وغير كافيين. يعني هذا النمو من 2014 2015 لدابا راه كان واحد النمو كبير بالنسبه لطنجه، واحد الطلبات كثيره. على هذا السبب مؤخرا كان الاسطول ما كافيش باش يلبي الطلبات ديال جميع المواطنين.